السادس من ضمن الأشواط المسائية بعد أشواط الرموز الأربعة اللي أيضا كانت عنابية. هنا نشاهد وإياكم وننطلق برفقة شوطنا السادس المخصص للقعدان. الجذاع المسافة هي 6 كيلومترات. نستمتع وإياكم باندفاعة هذا الشوط وانطلاقة هذه الأسماء وهذه الشعارات. نشاهد وإياكم المقدمة الكايد لهجن العاصفة هناك مع المقدمة ومع المركز الأول، مع أيضا متابعة غياث الهلالي في المتابعة المركز الثاني. نتابع هنا في هذه اللحظات الوعب على المركز الثاني لهجن الشحانية وبمتابعة الصامل فرام بن محمد بن قريع من انتزع الخنجر في هذا المساء. نشاهده في هذه اللحظات يقدم لنا بهذا الشعار الكبير بينما النقل على المركز الثالث. نشوف معي لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع المشهر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وبتضمير حسين بن محمد السفران في المتابعة. المركز الخامس نتابع القادم هناك من قاش لهجن الشحانية هنا وفي متابعة أيضا. هنا نتابع وإياكم هنا من قاش لهجن الشحانية وأيضا المضمر محمد بن خالد العطية. كما ننوه لكم كما ننوه أن التتويج بعد نهاية هذا الشوط مباشرة سوف نتوجه إلى مكتب الثمانية لتسليم الرموز، رموز هذا المساء العنابية. يا السلام. نشاهد وإياكم هنا هذا الانطلاق والعودة إلى المقدمة إلى هجن العاصفة، إلى هجن العاصفة. والكايد، الكايد اللي ما شاء الله عليه يقدم عروضه الممتازة بهذا الأداء المتميز هنا بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة منطلقا مع المركز الأول ومع المقدمة. نتابع في هذه اللحظات بدأ يندفع وينطلق الكايد بمتابعة غياث هنا في هذه اللحظات. المركز الثاني نتابع القدوم مع الوعب لهجن الشحانية والصامل فرام بن محمد بن قريع من يتابع الوعب اللي على المركز الثاني منطلقا في هذه اللحظات مندفعا نشاهده مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث القدوم هناك في هذه اللحظات مع معي لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. يا السلام يا الشبل، هنا من قدم لنا عوايد في هذا المساء الجميل وقدم لنا مهرة في يوم الأمس. هنا نتابع في هذه اللحظات هذا الشعار نار على علم باندفاعاته وإنجازاته المتواصلة بالذات بالرموز. يا السلام. هنا مع المركز الثالث منطلقا مقدما لنا هنا في هذه اللحظات مع الشبل، الشبل الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع بينما المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع من يحمل الرقم 4 مدلل لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة. هنا مع المركز الرابع في هذه اللحظات منطلقا مقدما مدلل مع هذا الأداء المتميز. المركز الخامس نشوف المركز الخامس وين. المركز الخامس منطلقا هناك اللي هو الصداوي لهجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هنا في هذه اللحظات وينطلق مع هذا الاندفاع مع الصداوي اللي على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة هنا وسيارة هذا الشوط النقدية. نتابع وإياكم نعود إلى الكايد اللي بدأ ينفرد، بدأ ينفرد الكايد، بدأ يعلن هنا حالاته أيضا في اندفاعاته القوية. نتابع مع المركز الأول. الله يا هجن العاصفة يقدم لنا الكايد بهذا الأداء المتميز هنا في هذه اللحظات. نتابع وإياكم
الانطلاق القوي وغياث من يتابع الكايد في هذه اللحظات، بينما النقل على المركز الثاني والمركز الثاني انتابع هناك اللي على المركز الثاني الوعب 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 على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني انتابع لهجن الشحانية الصامل فران بن محمد بن قريع المري من يتابع بانطلاقته في هذه اللحظات. نشاهد هذا الانطلاق المركز الثالث معي على المركز الثالث لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري من يتابع في عملية التضمير ويقدم لنا أداء المتميز. المركز الرابع اللي بدأ يتحرك في هذه اللحظات مدلل لهجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. الصداوي على المركز الخامس لهجن الرياسة قادم مع اندفاعته هنا مع خامس المراكز وبأداء وأيضا تضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هنا نتابع وإياكم، شوفوا الأسماء القادمة والوصول هنا. أول الواصلين أول المنطلقين سياف لهجن الشحانية والصامل فران بن محمد بن قريع في المتابعة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الكايد على المركز الأول على المقدمة. يا السلام يا الكايد مع الألف ومئتين متر الأخيرة، 1200 متر الخطيرة. يا السلام الكايد ومعيي هنا في هذه اللحظات بدأ بالانطلاق معيي على المركز الثاني. بدأنا بالجدة نتابع وإياكم هذا الانطلاق هذا الاندفاع. الكايد على المركز الأول، معيي على المركز الثاني، الوعب على المركز الثالث، هنا مدلل على المركز الرابع المركز الخامس انتابع من قبل. لكن نعود إلى الكايد اللي على المقدمة على المركز الأول. الكايد مع المقدمة مع المركز الأول. الله، بدأ بالاندفاع الكايد، ما شاء الله تبارك الله على هذا السير. سير الكايد في مقدمة الشوط، معي على المركز الثاني لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران، المركز الثالث الوعب هنا لهجن الشحانية. ولكن خلاص يبدو لي ان الشوط شوط الكايد، هذا الشوط عاصفي، هذا الشوط لهجن العاصفة وغياث الهلالي من يتابع. تهانينا والناموس على هذا الاداء المتميز بدون اي تعليمات تذكر عليه بادائه المتميز. الكايد هنا مع المركز الاول وصدرة الاوامر واندفع الكايد. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغيات الهلالي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا على هذا الفوز، فوز الكايد هنا مع انتصاره وغياث من تابعه. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني هناك معي لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران، الوعب على المركز الثالث مع هجن الشحانية والصامل فران بن محمد بن قريع، المركز الرابع مدلل لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة، المركز الخامس من قاش أو المركز الخامس السريع لهجن الشحانية وأيضا في متابعة البرنس جار الله بن عقيل المري. شهدنا هذا الشوط، شهدنا الكايد اللي قدم عروضه ودفعه التلقائي إلى خط النهاية مرسل السلامات إلى دبي إلى زعبيل. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا الكايد توقيته 9:03:56 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهنية موصولة إلى غياث الهلالي من قاد إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني معي توقيته 9:06:52 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فران المري من قاد إلى خط النهاية على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الوعب على المركز الثالث 9:07:16 من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنية موصولة للصامل فران بن محمد بن قريع. تهانينا والناموس للجميع. عمل الآن التتويج وأنقل